السلام عليكم خوتي خواتي الكرام. انا دابا يلا لصقت التليفون في البيكالا، هي فين هي البيكالا، لصقت فيها التليفون وجاي قلت انا عن نشارك مع خوتي هاد الكلمات ديال خوتي وخواتاتي، نشارك معهم هاد الكلمات ان شاء الله بحول الله. وحنا كنتمنوهم ان شاء الله يتفهموني على الكلمات ديال مول السلوقي، وراكم عزاز ليا صراحه ديال الله، راكم الدرديات كيبارطاجيو معايا مساكن والدراري، الله يسهل عليكم، شكرا لكم بزاف. كتعرفوا مول السلوقي الحقيقه في الدقيقه، وداكشي اللي كاين كنقولوا، ما نكذبش عليكم، ما نكذبش عليكم، داكشي اللي كاين اللي كانت داكشي اللي كنتفكروا انا مع راسي، لا ضروري خصني نشاركوا معكم ونقولوا لكم، وانتم ما تردوا عليا وتقولوا لي داكشي واش كاين حقيقي ولا لا. دابا يا خوتي انا واخواتي الكرام، مول السلوقي ياك، انا واحد 19 سنه، انتم راكم عارفيني كندوي من الداخل، من القلب ديالي انا الحقيقه. شوف هذيك الحقيقه في الدقيقه، ما كاينش الجرام ديال المشكل، فهمتوني يا خوتي الكرام. راكم كتعرفوا مول السلوقي مهم، يالله مازال عتعرفوني ومازال تولفوني بزاف في الفيديوهات، وانا كنتمنى لكم الخير والخمير، والله يحفظكم ويحفظ الوليدات ديالكم، وشكرا لكم بزاف على البارطاج، وعاونتوا واحد الدري ولد الشعب اللي عانى في هذه البلاد السعيده بزاف بزاف بزاف، هي بلادي المغربيه العزيزه اللي من طنجة للقويرة، فهمتوني يا اخوتي الكرام. ان شاء الله وانا بلادي عزيزه عليا، ما يمكنش انا علاش كنقول لكم بحال ما كان هي، حيت هاد الناس اللي في هاد البلاد هادي ما داروا معنا والو صراحه ديال الله، هما البلاد كتبقى في البلاد كتبقى في بلاصتها صراحه ديال الله، البلاد كتبقى في بلاصتها، البلاد هي عزيزه علينا، هي بلاد ديال المغرب، وهي احسن بلاد في العالم هي المغرب، بلا ما نكذبوا على روسنا. حنا لا كنمشيو للطاليان وكنمشيو لاوروبا وكنمشيو لامريكا، علاش كنمشيو؟ حنا المغاربه كنمشيو على قبل الفلوس وعلى قبل الخدمه، كنخدموا باش غنديروا المستقبل ديالنا والمستقبل ديال الوليدات ديالنا، وكاين الحق والقانون صراحه ديال الله. هنا في المغرب فهمتي بلاد زوينه، احسن بلاد في العالم، بلا ما نكذبوا على روسنا، احسن بلاد فهمتيني، فيها جميع ديال الاجواء فهمتيني. جيتي هنا، جيتي لكازا كتلقى الجو، مشيتي لمراكش كتلقى الجو، مشيتي لاكادير كتلقى الجو، مشيتي لطنجة كتلقى الجو، كل بلاصه كل منطقه عندها الاجواء ديالها. في المغرب مقسمه، كاين الاقسام، سبحان المبدي الاحوال، علاش هي الاسم ديالها وتسمى الاسم ديالها المغرب، فهموني المغرب صراحه ديال الله. خرجنا على الموضوع، انا نرجع لكم، انا واحد 19 سنه، المهم انا ولد عندي 13 عام صافي، انا خدام على عباد الله، خدام عند الناس في العروبيه 13 سنه فهمتيني، ملي كيخصني مثلا شي صباط، ما كنهضرش لكم على الصباط ديال الجلد، انا كنهضر لكم على الصباط ديال الميكا، ديال الميكا ملي كيخصني شي صباط ديال شي صباط ديال الميكا، كانت الوالده كتربي الدجاج، كنمشي نقول فهمتي كتعطيني واحد الدجاجه، الوالدك ما عارف ما شوف، داكشي اللي واقع لينا حنا لا كيوقع واقع الوالدين حنا، لا ما عندناش فهمتي، فهمتي داكشي علاش داوين بحال ما هك، علاش انا ما بغيتش ندير مثلا شي اسره ديالي انا مثلا، ولد شي ولد ولا شي سميتو يتكرفس انا في هذه البلاد هذه، لا ما يمكنش انا نزيد ذنوب على راسي انا. اي متفق معاك انت ولا انت مثلا عاد تدخل عندي وتقول لي لا راه حتى هو كيتزاد برزقه، لا شوف الله يرحم الوالدين، راه حتى حنا تزدنا برزقنا، ايوا انا مكرفس، انا ثاني تزدت برزقي وانا مكرفس في البلاد، يلا وحنا نقولوا الحمد لله، لا قال لك الله مع الفقراء، الله سبحانه وتعالى مع الفقراء، فهمتوا كيفاش، ولكن حنا كتبان لينا واحد النقطه، علاش حنا بلادنا دايره معنا بحال ما هكا، الناس هاد الناس اللي في البلاد دايرين معنا بحال ما هكا، يلا ورغم ذلك، وشوف دابا المواد الغذائيه شحال ولات دايره، وشوف اللحم شحال ولات دايره، وشوف الدجاج شحال ولات دايره، وشوف الماطيش شحال ولات دايره، وشوف البصله شحال ولات دايره، وشوف وزيد 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 الزيت شحال ولا داير، وزيد 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 وزيد، فين باقي تزيد؟ فين؟ لا بغيتي تبقى تقول بزاف، فهمتوا؟ ورغم ذلك وانا باقي مثلا، انا كندوي لكم، انا كندوي لك، انا كنهضر في
على اسم الشعب، انا ولد الشعبان صراحه ديال هذه حقيقه. ايوا مثلا داكشي اللي خدامين بيه حنا، احنا باقيين خدامين بيه، كلشي تزاد. احنا داكشي اللي خدام بيه انا مثلا، انا باقي خدام بيه صافي. داك الجورني اللي كنتلاوط مثلا نخدم شهر ولا شهرين في العام، باقي كناخذو صافي. هادشي كي ولا لقيتي الا عندك شي زهر، الا عندك شي زهر. المهم خرجت على الموضوع. دابا مثلا خرجت ولد 13 سنه ياك، كان مثلا كان انا مكتب. شوف انا اللي بغيتي تقوله قوله، دخل عندي قول لي سارح، دخل عندي قول اللي بغيتي، انا ولد الشعب، قول اللي بغيتي فهمتي. انا ولد الشعب وراجل، راجل وحقيقي وعار بحق الرجال، ولا ما ندو نضحكوا على روسنا. انا ولد 13 سنه فهمتوني، وكناخذ الصبال ديال الميكا كنلبسو عامين، كيتقطع من هنا كنسوديه من هنا بالعافيه، تقطع من هك كنسوديه من هك، تقطع من هك كنسوديه من هك بالعافيه فهمتي. تا كيضرب لي واحد العام ونص ولا عامين داك الصباط، داك الصبابط اللي عقلتو عليهم اللي عندهم دوك بحال داك الكوداس، ديك الكوداس ديال الكره، بحال ما كانوا الصبابط عندهم ديك اللعيبه دوك كرابوات من التحت ديال الميكا. واش فهمتوني اخوتي الكرام؟ كطلع واحد اللعيبه في التليفون، عام التليفون تا هو يقولها شي نهاري. واش فهمتوني اخوتي الكرام؟ دابا ولد 13 سنه وانا كنسلك وانا نسرح عاد هذا. انا عاودت لكم في ذاك الفيديو، نسرح عاد هذا، نحرط عاد هذا، نخدم عاد هذا. ملي وصلت واحد 17 و 18 لاكارد، حق عليا ندير لاكارد، درت لاكارد. من تما هذيك هي المسيره ديالي. نقول لك في 2003، في 2003 خرجت لبني. ديك الساعه حنا باقيين، ديك الساعه انا باقي ساكن في الدوار، ديك الساعه حنا باقيين ساكنين في الدوار، ماشي دابا. دابا حيت انا عاودت ليكم، ومازال بغيتوني نعاود لكم مزيان، نعاود لكم مزيان، ما عنديش مشكل، انا ما عنديش مشكل. داكشي اللي بغيت نقولو لك ما نقولو لكم، حيت نتوما خوتي وخواتاتي صراحه. لا كاينين شي دريات هنايا راه مساكن، لا وليت داكشي اللي كاين نقولو لكم. انا ما عنديش نيشان. دخل عندي تما، دخلتي عندي انت براني مثلا فهمتي، شي واحد يكون قلبه ما مزيانش، دخل عندي قول لي سارح، قول اللي بغيتي، انا ولد الشعب وعارف راسي انا راجل وحر. بلا ما نهضروا في الواقع، نهضروا في الواقع. ما علينا، وصلت 18 سنه، درت لاكارد، وصلت 2003 ولا هي قريبه تخرج 2003 وشي حاجه قريبه. المهم قريبه 2004، هذيك هي المسيره ديالي في البناء، في البني صافي. من تما خرج شحال خدمت؟ خدمت ب 40 درهم 800 درهم في النهار، ها خدام فهمتي، 800 في النهار. والا الا جيت نحقق معكم الى يومي هذه، الى دابا راه ما كاين شي زياده كثيره كاع، راه ما كاينش، راه ما باش نقول لكم فهمتوني اخوتي الكرام، ما نكذبش عليكم. من تما المسيره ديالي مشات في الكرفيس، ومشات في الجرويق، ومشات تما الى يوم الى هذا، باقي في البناء وبحال كتكب الماء في الرمله. حيت كاينين مثلا، انت مثلا بغيتي تجي عندي وتقول لي علاش مول سلوكي ما درتيش؟ واش انا مثلا خدام ب 800 ولا 900 ريال من 2003 حتى 2016 ولا 2014 ياك فهمتيني؟ كل مره كتزاد، زادتني واحد 100، حتى 2014 زادتني واحد 100، بقيت خدام ب 50 درهم في النهار. وبغيتيني ندير؟ ها قول لي هاد 50 درهم، الا كانت هاد 50 درهم انت جربها مع راسك وشوف هاد 50 درهم واش عاد تاكل بها، واش عاد دير بها، واش عاد تشري بها الدار، واش عاد تجوج بها مثلا، مع راسك يلا عاد تحاسب مع راسك. خدم ب 50 درهم في النهار وتحاسب مع راسك وشوف، تحاسبها مع راسك يلا. 50 درهم الا يلا تعيشك، واش بغيتي تكسى منا؟ ما يمكنش تكسب ديك الكسوه اللي كتعرف انت. انت كومبلي خاصك تكسى 200 درهم كومبلي، من السبرديله الى الكاسكيطه خاصك تكسى كومبلي، خاصك ما تفوتش 200 درهم. الا فت 200 درهم عاد تولي تطلب باش تاكل، هذه حقيقه. والفيديو راه طوال علينا بزاف، انا لا بغيت نعاود لكم سميتو، ولكن الفيديو طوال عليا بزاف صراحه. انا جاي فوق البيكاله مقدي العيبات، قلت انا ندير مع خوتي وخواتاتي الفيديو هذا ان شاء الله، وهذا هو اللي كاين. المهم هذه هي الحقيقه، الحقيقه ديالي هي هذه.
هذه الحقيقه ديالي هي هذه، وكنتمنوا لكم الخير وبارطاجيو معايا. تحاولوا الدريات اللي دخل عندي يحاول يبارطاجي معايا صراحه. وان شاء الله الا كان شي واحد ولا شي وحده مثلا برا انا ما كراش نحيد من هنا. لا واخا مثلا تقول هنا ولا كذا، لا ما كاين هنا في المغرب لا صافي. لا شوف ما قاريش ما عندك، واخا تخدم فين ما خدمتي عاد بقى انت هو انت، واخا تخدم واخا تمشي مع فين عاد بقى انت هو انت، ما عاد ديرش. حيت مثلا لك ما عارفين اخوتي الكرام، واش انت بغيتي دير انت تمشي مثلا انت بقاريش فين بغيتي تمشي؟ فين بغيتي دير مثلا البيع والشراء ولا كذا؟ خاصك الماحل وخاصك الفلوس وخاصك راس المال، خاصك 10 المليون ولا شنو هي راس المال؟ فين هي؟ يلا راه البيع والشراء انا في البلاصه، انا علاش كنقول لك انا ولد الشعب وحر، اللي جات نخدم فيها ندخل البيع والشراء والثاني طياره، ولكن خاصك راس المال. تبغيتي خاصك ماحل، بغيتي هادي باش تبيع وتشري خاصك فلوس، داكشي لما ماشي ساهل. باش نهضروا في الواقع دابا، لما الا مثلا واخا تكرفسنا بزاف في 20 عام ولا 19 سنه دازت الماء في الرمله، بحال كتكب الماء في الرمله. لا يدير شي تاول ديال الخير، كنتمناو صراحه لا نقدر نحيد من هنا، لا لقيت شي واحد يعاونني بشي كونترا هذا او بشي حاجه صافي، لا نقول لك منيشة صراحه يعاونني شي واحد بشي كونترا هذا، نزيد نحيد من هنايا، نزيد اوروبا ولا نزيد نحيد من هنايا باش ندبر لا راسي، فهمتي؟ ما حد باقي الامان شويه، باقي الامان شويه، ولا مثلا شي واحد بغى يدعمنا باش ندير شي بيعه وشراء، فهمتيني؟ ندير شي بيعه وشراء ولا شي حاجه. حنا عولنا على هاد القناه، ولكن القناه لك ما عارفين حنا ما حنا انا ما دخلت اليوتيوب طالع طلع عطاه صافي، اليوتيوب مات، ما بقى متخربه، فهمتونا اخوتي الكرام؟ ما بقاش الدولار، كل شيء طاح، كل شيء سميتو لا يدير شي تا هو يدير الخير. وحنا كنتمناو من الله سبحانه وتعالى ترجع المياه لمجاريها ان شاء الله، ويرجع اليوتيوب كيما كان ويدعمنا، ونطلعوا تحنايا ان شاء الله بحول الله. وعلاش لا نبقاو في بلادنا؟ علاش لا؟ نتمنوا اليوتيوب ان شاء الله يرجع المياه لمجاريها، ويرجع ثاني الدولار، ويرجع ثاني الدعم، فهمتي؟ ويرجع ثاني يدعم ثاني القنوات الصغرى ان شاء الله، باش نطلعوا تحنايا ان شاء الله بحول الله، ونقولوا الكلمه ديالنا ونبقاو في بلادنا علاش لا، فهمتي؟ ونعيشوا تحنايا هنايا، ونديروا تحنا الاسره ديالنا والدويره ديالنا والعيبات، علاش لا؟ اي ماشي مشكل، حنا بلادنا عزيزه علينا، انا عزيز عليا بلادي، ولكن انا ما كرهتش. واش انا كرهت انا ندير الدويره ديالي هنايا والوليدات هنايا، فهمتي؟ وبخير ونعيشوا بخير بعدا، شي بيعه وشراء وندبر راسي، ما كرهناش. والله طلعينا قناتنا كاع وندبر راسنا في اليوتيوب في التواصل الاجتماعي، حنا حتى القرايه ما معاوناناش. الا بغيتي تصاوب دابا خلينا صاحبي يشوف، الله يدير شي تا هو يدير الخير. خوتي الفيديو طوال عليا بزاف، الله يرحم لكم الوالدين على البارطاج، شكرا لكم بزاف بزاف على البارطاج الصراحه ديال الله، شكرا لكم بزاف. انا باقي كنعدي معكم في التليفون هذا، باقي كنعدي معكم على شي نهار ما تبقاوش تشوفوني في الفيديو وتعرفوها من التليفون صافي. شكرا لكم بزاف، الله يسهل عليكم، والفرصه القادمه ان شاء الله يعود معكم السلوكي من جديد. حنا كنتمنوا شي فهمتي شي فرصه زوينه ان شاء الله نعود معكم. يلا لا عنكم.